السلام عليكم. شركة ميتا اللي هي مالكة للفيسبوك والواتساب والانستجرام وحاجات تانية كتير، أعلنت عن حاجة اسمها سي ام اس 3 ليون. ده نموذج ذكاء اصطناعي خاص بتوليد الصور. هي بتقول ان هو افضل نموذج في توليد الصور، او عمل الصورة دي من خلال التكست الصغير دوت. واغلب مواردات الصور اللي موجودة في السوق حاليا معتمدة على حاجة اسمها ديفيجن، زي ستيبل ديفيجن، الديل اي اللي عملها شركة اوبن اي اي، الاميجن اللي عملها شركة جوجل. شركة ميتا قالت لك احنا نعتمد على تكنولوجيا مختلفة، تكنولوجيا اسمها التنشن او الاهتمام، هيخلي النموذج اسرع في التدريب ويطلع نتائج بسرعة واقل تكلفة في التشغيل. النموذج اللي هو اسمه سي ام 3 ليون بيقدر ان هو يولد وصف للصور، ويقدر ان هو يفهم الصور بشكل افضل. وطبعا ميتا استخدمت ملايين الصور عشان تتدرب من شركات زي شركة شطر ستوك عشان تدرب النموذج، وفيها تقريبا 7 مليار معامل، يعني اكتر من ضعف اللي بيحتوي نموذج ديل اي 2 اللي هو تبع شركة اوبن اي اي. المعامل اللي هو البرامتر دي وحدة قياس لمهارة النموذج وقدراته، يعني المفروض ان هو يكون اقوى من ديل اي. لسه هنجربه. طبعا نقدر نصمم حاجات كتير جدا زي الاوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي والروبوت والاعلان والتسويق. هو المفروض ان هو هيصدر قريب، لكن حتى الان ما حددوش التاريخ الرسمي للصدور بتاعه. دي كلها صور طالعه من ال 3M 3 ليون، ودي الصفحه بتاعته في الاوبن سورس، ممكن حد عايز ان هو يبدا ان هو يجرب يستخدمه. فبالتوفيق ان شاء الله.